جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله. أعزائي متابعي قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات التمديدات الكهربائية. صادفنا الآن ورشة كهرباء، وهذه الورشة مددة تقريبا شبه مددة كهرباء، يعني منجز 90% من الكهرباء التأسيسية، وراح نعلمكم إن شاء الله الآن شو اللي حاطه الكهربائي اللي هنا في الغرفة. نتبع شوي شوي اللي هنا الأشياء الموجودة. في عندنا حاط بريز على الجانب هون، ورابطه كمان في من خلال بايب للبريز الثاني هون، وهذا البريز مربوط طبعا مع الأباريز الموجودة عند المدخل في التحت، ورابط المدخل هون الأباريز هاي رابطها مع علبة المفاتيح، وعلبة المفاتيح رابطها فوق مع الطبلون. طبعا هذا الخط رايح برا على الطبلون. طيب نبدأ من عند البريز. طبعا في بريز هنا، بريز هذا للتكييف، إذا كان تكييف يعني حاط جايب خطوط سميكة للتكييف، سواء سبيلت يونت أو إذا كان تكييف عادي. خلينا نشوف هسه بالنسبة للأباريز. هذا الإبريز الأول، طبعا هو حاط ثلاث خطوط عنده هنا، بارد أسود وحار أصفر والإيرث أخضر. مادة ثلاث خطوط، مادهم طبعا عبر اللي عبر الهول هذا ده عند البريز الثاني هون، هذول الخطوط هنا نفسهم. الآن هذول خطوط المصدر اللي جايت من الكهرباء من المصدر، مربوطات مع الأباريز الموجودات في عند قريب من المفاتيح. طبعا هون في مجموعة أباريز، هذه أباريز، هذول الخطوط اللي كنا متابعينها هنا، الآن مربوطات بقدر يأخذ من هون، وهذا يغذي هذا وهذا يغذي هذا، مجموعة أباريز. وهون في عندنا طبعا في هاي مختلفة الأباريز، تكون في منها للهاتف، في منها هذول الخطوط اللي المقصودات اللي راح يربطوا مع هذلاك. هذول وين متصلات؟ هذول طالعات لعند المفاتيح هون، هاي هذول ثلاث خطوط بدنا نربطهم بعدين بالمستمع. الخطوط اللي جايات من الطبلون، هذول الخطوط اللي جايات من الطبلون، يعني لو اتبعنا هذا الخط، هذا الهولز طالع فوق وين، ايوه خلينا نمشي الى خارج الباب فوق، هاي هاي المبينات هنا مشيت مع الحيط لعند الطبلون، هذا الطبلون. الخطوط بيجي طبعا بخط من الخطوط الثلاث، هذول هن الاسلاك اللي جايات من الغرفة اللي كنا فيها. هذا الطبلون طبعا فيه بيدخل عليه خطوط من الغرف، وبيدخل ايضا من التمديد الارضي من الاباريز. خلينا نشوف، رجعنا الان للغرفة نفسها بعد ما خلصنا مجموعة الاباريز. في عندنا مجموعة الانارة، هاي الخطوط كلها جاي من الانارة، كل وحدة انارة موجودة بالغرفة جاي منها خط بارد وخط مثلا لون ثاني ازرق مثلا، هاي مثلا هو مجموعة ثانية وهاي مجموعة ثالثة، ثلاث مجموعات من الإنارة، منهن واحدة هاي مثلا اللي هي هاي للمروحة في الوسط. خلينا نشوف، هذول الخطوط جايات من أعلى مرتبطات مثلا الأحمر والأسود هون، هذه العلبة مرتبطة مع العلبة الثانية قبالها مباشرة هون، هذه علبة ثانية، وحدة إنارة ثانية، إذن هاي مرتبطة مع الوحدة هاي، ونازلات الخطوط تاعتهم نازلات مع الحيط على النقطة اللي فرجينا فيها اللي هي أحمر والأسود هذول، هاي المجموعة الأولى أول وحدتين إنارة. في وحدتين ثانيات بالجهة الثانية، هذه وحدة في وحدة ثانية مباشرة على مستوى هذا هي هون، هذول الوحدتين مربوطات مع
طبعا بلون ازرق واسود، ازرق واسود خلينا نعتبرهم هذول، هذول لو شديتهم بتحركوا فوق، هذول هم تعات الانار الوحده الثانيه. هذول جايات من الوسطى، من العلبه اللي بالوسط الغرفه اللي هي وحده الاناره. خلينا نشوف. طبعا فوق 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 هيك على وحده الاناره، هون هاي وحده الاناره، نازل منها خطين ازرق واسود. نيجي لتاعت التكييف، وحدة التكييف. طبعا هون حاطين وحدة تكييف سبيلت يونت، حاطين هول مشان مخرج المي، مخرج المي، وهذا الكهرباء اذا حطيناه فوق. في هون كمان بريز، بريز للباور. لحظة نشوف كيف الاسلاك سميكة، 4 ملم تقريبا. هذولا اللي هن خط الارضي والخط الحار والخط البارد، ثلاثة جايات على من السبيلت يونت لهون. وهون مرتبطات، هذا مربوط مع المصدر الكهربائي. طب طوالي على الطبلون هذا، لأنه هذا خط رئيسي بدهوش يجي على علبة مفاتيح، طوالي بضل ماشي على الطبلون. لو تطلع من الغرفة ومشينا لعند الطبلون، الآن بنلاقيه دخل على الطبلون من تحت من هون، اللي هو الخط هذا، هو الخط اللي شفناه قبل شوي، هذا هو. اذا هذا مخصص لقاطع من القواطع اللي راح يتحكم في التكييف. الان دخلنا على غرفة المطبخ. المطبخ تختلف التمديدات فيها شوي، محطوط فيها ثلاث وحدات، وحدتين انارة ووحدة مروحة في الوسط. هاي وحدة انارة وهاي مروحة اللي في الوسط، وهاي عندنا هنا اللي هي ايضا وحدة انارة، مربوطات مع العلب المفاتيح هناك، وبعدين علب المفاتيح مربوطة هنا مع بريز باور للسبيلت يونت. هذا السبيلت يونت هون راح يكون، لأنه هاي مخرج المي، هاي مصدر المي. في عندنا بريز هون، البريز هذا بريز في الاستخدامات المطبخ الخاصة، مرتبط مع بريز ثاني في الجهة الثانية، مرتبط مع بريز لفوق في الجهة الأعلى ذي. بريز او بريزين جنب بعض بصير. الان هذول البريز مربوطات مع الطبلون مباشرة، ناخذهم خط لانهم اصلا مش رابطهم مع المفاتيح، موديهم على الطبلون مباشرة. قبل لا اروح على الطبلون، هذا هو الخط اللي بدنا نتابعه احنا، هذا الخط بدنا نتابعه، هذا هو. خلينا نتابع كمان مع الخط الثاني هذا اللي جايب كهرباء من الطبلون، جايب كهرباء اساسية رئيسية من الطبلون لعلبة المفاتيح، او علب المفاتيح هون في المنطقة هاي. هذول الكهرباء، هذا الكهرباء الرئيسي الجاي من الطبلون. هذول الانارة اللي حكينا عنها موجودات بالغرفة. يعني عندنا الاحمر والاسود، الاسود والاحمر هذولا تابعات لوحدة هذا الاحمر هذا والاسود هذا، هذول تابعات لوحدة الانارة. وفي عندنا الأزرق والأحمر هذا، هذول يعني مشكلات، كلهن رواجع للإنارة اللي فوق، هذول رواجع للإنارة اللي فوق. نشوف كمان، هاي خلصنا من الغرفة، بس نتابع الخطين اللي رايحات على الطبلون. هم نتابع الخط هذا والخط هذا اللي رايحات على الطبلون. هذا هن ماشيات بالأرض وبيظلوا ماشيين حتى يصلوا الطبلون. طبعا هون بكون بتصل بالطبلون، يعني هذا من جهة تحته، وهذا في واحد ثاني للإنارة. إذا هذولا بيكون جايات على الطبلون من المطبخ. خلينا نشوف غرفة ثانية. الآن دخلنا غرفة ثانية، هذه الغرفة هذا مدخلها وهي علب المفاتيح. وفي عندنا ثلاث وحدات او وحدتين انارة، واحدة هون بعدين مروحة بعدين واحدة هون في الغرفة، هاي وسط الغرفة. هاي وحدات الانارة كلها مربوطات مع لوحة المفاتيح هناك، علبة المفاتيح. في عندنا الاباريز، في عندنا اباريز عادية، استخدامات عادية هون، طبعا مربوطات مع الجهة الثانية هون، مع اباريز في الجهة هاي. هذول مربوطات مع الطبلون، رابطهم مع الطبلون مباشرة على الطبلون، بروح على الطبلون هسه بنتابعهم. في عندنا من الأباريز أيضا اللي
في هذه الغرفة في أباريز مطرح ما كنت واقف أنا للمكيف، بريز للمكيف. هذا هاي فتحة المكيف، وهاي عندنا بريز باور يعني أسلاكه 4 مليمتر بارد وحار وأرضي. طبعا هاي في بجنبه كمان وحدة بريز إذا بدك، وبنزل هنا على الطبلون مباشرة. ها بروح خلينا نتابع هذا اللي رايح على الطبلون، هذا الخط اللي رايح على الطبلون وخط الأباريز اللي رايح على الطبلون، هذول رايحات مباشرة على الطبلون. إذن هالطبلون هذا طبلون بيختلف عن الطبلون السابق، هذا طبلون ثاني. إذن محطوط الآن كان شقة ثانية هاي مفصولة عن هذيك. إذن هاي لها طبلون ثاني وجدناه هون في الغرفة هذه في الصالة. إذن هذول الخطوط اللي تابعناهم إحنا، هذا واحد وهذا هذا اللي جاي من من السخان أو من اللي عفوا من المكيف، من المكيف. الآن بدنا ندخل غرفة نوم. هذه غرفة نوم فيها وحدتين إنارة ومروحة في النص. هذه المروحة في النص وهي وحدة إنارة وهي وحدة إنارة. الوحدة الإنارة ذيك مربوطة طبعا معطي بارد لخط بارد للمروحة، ومكمل الطريق لعند الوحدة الإضاءة الثانية، وبعدين نازلين كلهم الأسلاك هاي نازلين إلى المفاتيح. المفاتيح هون ضمه بتاع المروحة، بتاع المروحة هذا البارد، والأسلاك الثانية ضي داخل هون وهون، هاي الأسلاك بتاعت الإنارة. برضو متصلات مع الأباريز، يعني هذولا متصلات حامي وبارد وأرضي متصلات مع الأباريز. هذا الأباريز، هذا إبريز، وحدة إبريز هون مع مغذي وحدة إبريز ثاني. هذا هي هاي الإبريز، وهذولا الأبيض هذا خالص معهم الأخضر حاطين أبيض بداله. إذا نفس الأسلاك هاي ماشي ماشي ببايب ثاني لعند بريز في الجهة المقابلة، ركوا بريز في الجهة المقابلة. في عندنا كمان أيضا عند الفتحة الموجودة هناك في بريز للمكيف سبيلت يونت، لأنه هذا هون سبيلت يونت هون. ففي عندنا هنا ثلاث خطوط بسمكة 4 ميلي ما عدا هذا الإيرث، في أسود ولاين أصفر حاطين الأرضي بسلك أبيض لكنه رفيع 1.5. نرجع عند علبة المفاتيح هون. هون هذا الخط الفاضي واصل بالطبلون، لسه مش مادين الأسلاك فيه. هذا واصل للطبلون تبعناه هيك، واصل رايح على بالحيط لعند الطبلون. طبعا هذا بس بيجيبوا فيه ثلاث خطوط حار وبارد وإير لهون، وبعدين بوزع للأباريز ووزع للمفاتيح. الآن دخلنا الحمام. الحمام هاي المفاتيح عند الباب، هذا الباب هاي المفاتيح. المفاتيح مربوطات مع وحدة إنارة واحدة بس بالحمام، هذا هو حمام صغير في وحدة إنارة بالنص. لكن الأسلاك هاي جاي منين؟ كمان متابع العمل عند مروحة شفط في عند الشباك، مروحة شفط. نرجع لعند علبة الوسط اللي هي علبة إنارة، وبعدين بنزل كله هذا بنزل بالأسلاك هاي الموجودة اللي هي أسلاك الإنارة رواجع. نقدر نحط بريز هنا. هسا هاي كل كهربة الحمام، بس في عندنا هنا بدنا نربط هاي مع لوحة القواطع. كيف؟ من الثقب هذا من الهولز هذا خارج لبرا، خلينا نطلع لبرا لبريز هنا نقدر نستفيد منه. هذا البريز مربوط مع هاي، مربوط مع الطبلون، الطبلون مربوط لتحت. هذه أسلاك الطبلون جاية من الطبلون حار وبارد وإيرث للحمام. هذا السلك مربوط مع الطبلون بالشكل هذا نازل أرضي، طبعا مربوط أرضي لو تابعنا طريقه بنلاقي رايح على الطبلون. جاي على الطبلون مع مجموعة الأباريز هاي الموجودة هون. يعني احنا الآن في غرفة للنوم للأطفال، بس بدنا نوضح كيف يعني ان هالشغلة سهلة جدا.
بالنسبة للأباريز هاي عندنا وحدة أباريز هون مربوطة مع وحدة أباريز ثاني أرضي. هذه وحدة الأباريز الثانية. ثلاث خطوط من هون لعند الثانية. والثانية كمان مربوطة مع وحدة أباريز ثانية موجودة بالجهة الثانية. لكن مربوطة هي مربوطة هون مع وحدة أباريز ثانية. نقدر نربط هاي مع المصدر هون أو هو مش ربطها من هون جايبها من الطبلة مباشرة. إذا نرجع هاي وحدة أباريز واحدة اثنتين هاي الثالثة وربطهم كلهم هون مع الطبلون مباشرة يعني رايح على الطبلون. هذول الأباريز خلاص خلصنا من همهم رايحين على الطبلون على مجموعة الأسلاك اللي داخلة على الطبلون من تحت تاعت الأباريز. بالنسبة للإنارة في عندنا خمس وحدات أو أربع وحدات وواحدة مروحة بالنص. هاي الوحدة الأولى مربوطة مع أختها بالجهة الثانية المقابلة هناك. إذا بس سلكين من هون وهولز من أصلا متأسسوا علبة هون وهول بتحطه هناك بتدخل فيه سلكين. هذه بالنسبة هذيك لازم تكون مربوطة مع المفاتيح طبعا بخط زي هيك. فلو تابعنا هاي العلبة لازم تنزل على المفاتيح تيجي هيك وتنزل على المفاتيح. هاي الأسلاك اللي جاي منهم اللي قالوا انهم أحمر وأسود مجموعة الأحمر والأسود. طيب برضو كمان في عندنا الجهة الثانية في عندنا وحدتين إنارة هون. هاي وحدة مربوطة مع الوحدة الثانية هون. هذول كمان هذيك لازم تربط كمان مع الطبلون مع اللي مع عفواً مع علبة المفاتيح هون. برضو هاي الأبيض والأسود الأبيض والأسود هذول جايات من الوحدات اللي فوق وحدة الإنارة. هذولا لازم نربط هاي كل المجموعة هاي مع الطبلون. هذول خطوط الإنارة للطبلون بظن رايحة على الطبلون حار وبارد وإيرث. حار والأصفر عفوا الأسود الأصفر حار والأسود بارد والأخضر الإيرث روحوا على الطبلون. هذول رايحات على الطبلون من الجهة هاي. خلينا نتابعهم. لو طلعنا برا بريت نلاقي مركم الخطين داخلين رايحين على الحيط طبعا كيوانا باقي مقطوع كأنه بده يعمل له عمل الصيانة وماشيين طوال مباشرة نازلين على الطبلون بالجهة هاي. ندخل آخر شيء على الصالة. الصالة فيها أربع وحدات. هاي واحدة هون واحدة هون بالنص في مروحة واحدة على اليسار هناك واحدة هناك. هذول الإنارة طبعا رابطين هاي مع الموازي لها اللي هون مع هاي ورابطين ايضا العلبة هذيك الوحدة الانارة هاي مع وحدة الانارة هاي. طبعا اسلاك مدخلة هنا احمر واسود وهناك ازرق واسود. هذيك وحدة المروحة لحالها محطوط فيها خط احمر خط ازرق وخط ابيض اسود البارد والراجع تبع المروحة. كلهم هذول نازلين هذول الخطوط كلها نازلين طبعا على لوحة المفاتيح في الجهة الثانية هناك. لوحة المفاتيح هذيك مربوطة مع الطبلون مباشرة عن طريق الأرض مربوطة على الطبلون مباشرة داخلة إلى الطبلون. وهي كل يعني التمديدات ما فيها صعوبة. الطبلون هذا يعني موضوع في الصالة في مدخل الصالة ارتفاع تقريبا متر وستين متر ونص يعني هاي ارتفاع بالنسبة للمفاتيح. طبعا هو مفروض يكون أعلى من هيك يكون هيك. أعطيناكم فكرة عن هاي الورشة مع تحيات قناة فادي التعليمية. راجين يعني التحفظ على بعض الملاحظات ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.